لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله في رياض الصالحين في باب العفو والإعراض عن الجاهلين، قال: وقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فهي من أرشد الأمور وأحسن الأمور والعزم الصادق على الطاعة فيها أن يصبر الإنسان على ما أصابه. قال الله عز وجل: وجزاء سيئة سيئة من مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وقال سبحانه وتعالى: إن السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. قال تعالى: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فهذا في سياق أن يقابل الإنسان السيئة بسيئة مثلها لا يزيد على ذلك وإلا كان معتديا، ثم رغب عز وجل في عدم مقابلة السيئة مثلها بل تواجه بالصبر والمغفرة، وجعل ذلك من عزم الأمور. ومواجهة السيئة بالسيئة مثلها تحتاج إلى ضبط، وأكثر الناس لا يضبطون ولا يحسنون أن يجازوا بالسيئة سيئة مثلها، بل غالبا ما يزيدون إذا تمكنوا. فلذلك كان الترغيب في الصبر والعفو بعد الصبر، حتى لا يواجه الإنسان السيئة بمثلها بل يواجهها بحسنة: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وكذا قال الله: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. قال: والآيات في الباب كثيرة معلومة. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ وذلك لأن يوم أحد كسرت فيه رباعية النبي صلى الله عليه وسلم سنه، ودخل المغفر في وجهه، حلقات المغفر، وجرحته في وجهه صلى الله عليه وسلم شجة، ووقع في حفرة حفرها بعض المشركين، واجتمع عليه المشركون يريدون قتله، وقد دافع عنه الأنصار رضي الله عنهم حتى قتل بين يديه 7 من الأنصار. ثم جاء طلحة بن عبيد الله فقاتل مثل قتال 7 جميعا فأجهضهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان يوما شديدا. وكذلك لقي النبي صلى الله عليه وسلم فيه قتل أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم حمزة ابن عبد المطلب، ومقتل مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه وهو أول سفير للإسلام، فتح الله المدينة بالقرآن على يديه. وكانت مصيبة عظيمة أن يصاب 70، أن يقتل 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجرح كثيرون آخرون. فظنت عائشة أن يوم أحد هو أشد يوم، فقالت: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك
يعني من قريش، لأن قومها هم قوم النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة. العقبة ما كان بين جبلين، وليس المقصود بيوم العقبة يوم البيعة، بيعة العقبة، لأن هذا كان يوم تمكين للدين، وإنما يقصد العقبة التي كانت في طريقه إلى الطائف أو في عودته يعني. قال: وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني، كان زعيم قومه، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي. عندما أوقف له السفهاء والعبيد والصبيان في مكان بين جبلين يضيق، فيسهل إصابة من يمر به، يرمونه بالحجارة ويسخرون منه صلى الله عليه وسلم ويستهزئون به، فكان من أشد الأيام عليه. فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا يدري أين يذهب، هو مهموم ومن كتر هم انطلق لا يدري كيف يذهب. قال: فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، مكان بين مكة والطائف، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم استفاق انه مش ماشي على طريق معين، يعني انتبه بقى ان قرن الثعالب لماذا يأتي الى هذا المكان، هو ماشي ينطلق لوجهه، يعني السكة اللي توديه، ولم يتبين كيف يسير. قال: فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام، فناداني فقال: إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم عليه ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك فما شئت. إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، أكبر جبلين في مكة، لو انطبق على أهلها أهلكوا جميعا. إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. متفق عليه. الأخشبان الجبلان المحيطان بمكة، والأخشب هو الجبل الغليظ. سبحان الله. الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب أروع الأمثلة في الحلم والعفو ورجاء الخير ممن هو الآن في شر. رجاء أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا، وقد كان، فكل هؤلاء لم يعد يعني الشرك في ذريتهم، منهم من مات وأسلم أبناؤهم، ومنهم من أسلم وصار أبناؤهم من جنود الإسلام وأهله. فسبحان الله. وتأمل في أن الله عز وجل قد قال لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: ما عندي ما تستعجلون به، أمره أن يقول لقومه: ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم على الدوام له
الأمر في قريش لكانت هناك لحظات سوف يأمر فيها بإهلاكهم وينقضي الأمر، لم يجعل الله عز وجل له أن يفعل فيهم ما يشاء إلا في هذا الوقت الذي علم الله فيه أنه سيكون طيب النفس بالصبر والعفو، ولذا لم يقضى الأمر بينه وبينهم لأنه اختار الصبر والعفو، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. في أوقات أخرى كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم ولم يجعل الله له من الأمر شيء، ولم تكن تلك اللحظة التي يقول ملك الجبال له فيها ما شئت إن شئت أن أطبقت عليهم الأخشبين. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم دعا على قريش وقال اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا وسماهم بأسمائهم واستبعد فلاحهم، فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته، كسروا سنه وجرحوه في وجهه، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. والعجب أن من سماهم تاب الله عليهم وأسلموا وحسن إسلامهم، فسبحان الله رب العالمين. الله جعل أمر قريش له في لحظة علم الله فيها أنه لن يختار إهلاكه، وفي لحظات كان يدعو عليهم بالهلاك والعذاب ولكن لم يجعل الله له الأمر في تلك اللحظة، بل أنزل ليس لك من الأمر شيء. ولذلك قال لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، لأنه هتجيله العذاب في لحظات غضب وهو يملك الأمر كله، أول ما يقول إهلكوا هيهلكوا، فلقضي الأمر، لم يجعل الله له ذلك. سبحان الله، هذا الأمر من أعظم الأمور التي تبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له في أعلى مقاماته شيء من الربوبية، وإنما الرب سبحانه وتعالى الذي بيده الأمر كله. وعنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله تعالى. رواه مسلم. شأن الرسول صلى الله عليه وسلم عجيب في العفو في حظ النفس، لم يضرب صلى الله عليه وسلم امرأة ولا خادما، لم يضرب شيئا بيده صلى الله عليه وسلم، لأنه يستعمل أحسن الأخلاق ويعفو عن الناس. وربما وقع تفريط من بعض زوجاته أو بعض عبيده، ومع ذلك لا يضرب أحدا إلا أن ينتقم لله وإلا أن يجاهد في سبيل الله. فهذا الذي كان يضرب فيه عليه الصلاة والسلام لا لحظ نفسه ولا الانتصار لها والانتقام لها، وإنما يجاهد لله ويضرب لله سبحانه وتعالى، أما ما كان من حظ النفس فإنه يتركه وييسر الله له في من حوله أن يكون دائما في خدمته وامتثال أوامره، لأنه صلى الله عليه وسلم أكرم الناس خلقا. وهذا يدل على استحباب عدم ضرب النساء والخدم، وإن كان يباح لكن الأفضل أن لا تستعمل، أن لا تستعمل الضرب، وإن كان يجوز كالضرب غير المبرح لكن
إذا تركته كان أولى وأفضل. وهذه المسألة ينبغي على المربين الآباء والأمهات والمعلمين ومحفظي القرآن أن ينتبهوا لها وأن يتبعوا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك يبارك الله فيه. وهل رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضرب أصحابه على العلم؟ وأخرج لم يكن يفعل، وأخرج لنا خيرة علماء البشرية وخيرة أصحاب الأنبياء، أفضل من صاحب الأنبياء، ولم يكن يضربهم صلى الله عليه وسلم. فارفقوا أيها الآباء والأمهات والمعلمين بمن تعلمونهم، وحتى يوجد ذلك الخير منهم طواعية، فإن ذلك أثوب لكم ولهم. ولتتأملوا قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام لابنه الذي يخبره بذبحه، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ولم يقل له فانظر ماذا أفعل، فإنه سوف أفعل، ولكن يريد أن يستخرج منه عبودية طوعية. وقد كان قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. العبودية الطوعية أفضل. ولذلك كان أمر الأولاد بالصلاة 3 سنين متواصلة، أمرهم بالصلاة صبيانا أو بنات، قبل أن يستعمل الضرب بعد 10، لأن هناك نوعية من الناس لا بد أن يستعمل معها الضرب، لكن الأصل عدمه. وغالبا ما إذا كان الأب والأم يأمران الولد 3 سنين متواصلة بالصلوات 5 في وقتها، وربما أخذت الصلاة الواحدة 10 مرات، ومع ذلك لا يبادر إلى الضرب إلا بعد 10. غالبا لو ظل فعلا هذه المدة لا يترك صلاة إلا وكرر عليها الأمر بأدائها، فإن ذلك إن شاء الله يجعله عندما يبلغ 10 قد تعود عليها على أحسن طريق، فلا يحتاج إلى الضرب إلا نادرا. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ. برد نجران يعني مصنوع في نجران، غليظ الحاشية. الجزء الذي يلي الرقبة الذي يلي الجلد. قال: فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة. جبذه يعني جذبه، جبذ جذب بمعنى واحد. الرجل جاء ماسك رسالة من الرداء وشد شد جمدة. قال: فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم، الجزء ده صفحة جانب العنق، وقد أثرت بها حاشية الرداء، يعني عملت علامة فرق كده من شدة الجذبة، من شدة جبذته. ثم قال: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. استغفر الله، وده ينفع بس غير في الأعراب. وفي الرواية الثانية قال: فإنك لا تعطيني من مالك ولا من مال أبيك. يعني حاجة غلط في الكلام وغلط في الفعل، وكأنه فاكر كده ان الرسول يعني هيخاف منه مثلا. ما قالش يا رسول الله، يبقى محمد. استغفر الله.
فالتفت إليه فضحك صلى الله عليه وسلم. لا يحصل هذا إلا للنفوس الغنية التي تستوعب أخطاء الناس ولا تتأثر بذلك. ولو أمر أن يقتل لقتل. تخيلوا كده لو رئيس جولة ولا ملك ولا أمير ولا حد عمل معاه كده، خبر أبيض، ده حيلت خطف في ساعتها. ولا والمهم من الصحابة الحاجة عجيبة إن هم ما عملوش حاجة. ليه؟ علشان هم عارفين الرسول هو اللي هيتصرف. قال فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء. لا، غلظ الأعراب، مش شرط يكون منافق، بس عند الأعراب غلظة. الحياة مع الإبل بتخلي الناس عندها شدة، طبيعة الإبل. ولذلك قال القسوة والغلظة في أصحاب في الفدادين أصحاب الإبل. سبحان الله. وأعطاه صلى الله عليه وسلم، ليس يعني خوفا ولا عجزا عن أن يرد، ولو أمر أصحابه لقتلوه، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان لا يضرب الناس بين يديه فضلا عن أن يقتل أحد بين يديه. لا يضرب الناس، لا ضرب ولا ترضى ولا إليك إليك، حتى إليك إليك يعني ابعد ابعد وسع منكش، ده ما تقربش صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما غشاه الناس في السعي في الحج، غشوه كل الناس جاي يقولوا هذا رسول الله هذا رسول الله، حتى العواتق والنساء كله عايز يهجم، فلم يصنع شيئا مما يصنعه الناس، انما ركب على البعير حتى يستطيع ان يكمل السعي صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا صحبته ورفقته في الجنة يا رب. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال كأني انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه. يحكي يعني كأنه يقلد فعله. الرسول صلى الله عليه وسلم أنا بقول ما عملت كده فأنا كده أحكي فعل النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يحكي فعل ذلك ليه النبي الذي ضربه قومه حتى أدموه حتى نزف وجهه فجعل يمسح الدم عن وجهه ويدعو لهم. يا سبحان الله. ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. مثل هذه النفوس العالية الغنية التي لا تنتقم لنفسها، مثل مؤمن آل ياسين الذي هاجم عليه قومه لما قال إني أمنت بربكم فاسمعون، فداسوه بالأقدام حتى أخرجوا أمعاءه، قتلوه بهذه الطريقة، ومع ذلك فإنما هو يبحث عن نجاتهم. قال عز وجل إني أمنت ربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. نصح قومه في الدنيا وفي الآخرة، لأن البرزخ من أحوال الآخرة، فهو يريد أن يعلموا ليتوبوا، وقد أهلكهم الله عز وجل. لكنه ضرب لنا المثل الرائع في الصبر والعفو وإرادة الخير للناس رغم أنهم لم يريدوا به الخير بل أساءوا إليه غاية الإساءة. الظاهر ده واحد تاني يقول هو ده اللي الرسول صلى الله عليه وسلم جعل يعطيه ويقول له لم أرضى، لكن ده واحد ده عربي آخر. بعض العلماء شراح هذا الحديث ويحكي نبيا من الأنبياء بيقولهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحكي حال نفسه،
ولكنه جعل يعني لم يذكر اسمه انما ذكر نبيا من الانبياء. اي ما يحكي من المحاكاة من يحكي، زي ما السيدة عائشة في الحديث وحكيت له انسانا قلدت واحد يعني تشوف بيمشي ازاي بيعمل كده، فقال ما يسرني ان لي كذا وكذا وقد حكيت انسانا. محدش يقلد حد، فهو هنا بيقلد عشان يقرب الصورة للناس، يحاكي فعله عشان يحسسه انه كان في دم حقيقي، ان النبي ضرب حتى ادمى وجهه. لا، المحاكاة اللي هي فيها نوع من السخرية هي اللي منهي عنها، لكن المحاكاة التي في مثل هذا لتقرير الصورة فإنها لا بأس بها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. السرعة الرجل الذي يسرع الناس، المصارع الذي يغلب الناس، فهذا ليس الشديد المحمود شرعا، وإنما الشديد المحمود شرعا هو الذي يملك نفسه عند الغضب. فهو غلب نفسه لله وصرعها فمنعها من الانتقام. يا رب وفقنا لأحسن الأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.